كأني كلمة من عقلي برب، كأني غنوة من قلبي سيد، كأني جوا المظاهرة طالب هدف باسمك وما تبعيك. أقيمت الثورة للتعديل والتغيير وليس للتخريب والتدمير. فلما بدأت المظاهرات وثورة 25 يناير بدأ ينزل معهم بس من ورا ظهرنا. كان بيدعو أصحابه تعالوا وننزل والأمور تتحسن في البلد للأحسن وكده. أنا بقول له يا مصطفى ما مالناش دعوة بالحاجات دي يا مصطفى. قال لي لا ده مظاهرة سلمية احنا هنكتب بس. عيش حرية وكرامة وعدالة اجتماعية. المظاهرة دي طلعت اتقفل عليهم في قدام مديريه امن القاهره. هو خد خطيبته وسابنا مع فات البلاد وخد خطيبته ومشوا قدام. هو الضرب كان الاول في محيط القسم من تحت، بعد كده طلعوا فوق الروف. طبعا اسلحه بقى قناص، بقى الضرب من فوق لدرجه ان هم جابوا ناس من بيوتها. مفيش اسمه بيدافع عن نفسه. انت راجل تحمل سلاح، انا شعب اعزل. هل القوة متساوية؟ جيت تليفون على الأرضي. المهم إيه مين؟ قالت لي ده أنا هدى يا عم شاكر اللي هي الساكنة اللي فوق. خير يا هدى في حاجة؟ قالت لي يا عم شاكر الباقي في حياتك. أنا شفت مين هو مستشفى في المستشفى؟ ظهره كله مرشوش ودماغه وشايلة اللبس بتاعه شايلاه. يا أحمد يا أحمد أنا بابا يا أحمد كلمني أنا بابا. مفيش أي رد ولا سؤال ولا أي حاجة. أنا بعيط غصب، الفراق وحش ويعني سبحان الله مش هيغلى اللي خلقه. أنا بشوف محمد في كل شهيد وكل وش فيهم بحس إن ده محمد، لأن هما بقوا مش مجرد أشخاص زينا، هما بقوا رموز. هو مينا رابز، لأن مينا شارك في الأحداث كلها. اتصاب في موقعة الجمل واتصاب في 25 يناير. اللي مزعلنا يقول لك اللي عندي الاسم بلطجي. والله يا ابني كان ولد مؤدب واخلاقه حلوه وكان طيب جدا، وكان ولد حنين كده ورقيق كده، كان اليوم مش دي، وكان ليه شعبيه جامده بيحبوه. افتقدت الاخ والصديق و حاجات كتير قوي ما مش هعرف احصرها وصعب ان اتكلم عنها. واي رصاصه طلع على المتظاهرين السلميين فهي من النظام، وكل الناس عارفه كده. اللي ضربه في القسم اتصل بيا وتليفونه موجود بيساومني، بيقول لي نقعد قعده عرب ونتفاهم وتنازل عن القضيه. واحد قال لي الضابط فلان اللي رش على مصطفى واقف على منصه السمك وضربه. بس انا بقى عشان استوعب انا لقيت حد بيبرق للشاب ده، الشاب ده اختفى. احنا بالفعل رفعنا قضيه. ما ينفعش نرفع قضيه لان الخصم والحكم واحد، فمش هينفع. الغريب واكتر حاجه بجد مضايقاني في موضوع القضيه ان في اسمه معين اتشال. النيابه موعت القضيه ومعاهم برضو الشرطه. حضرت 73 وانا راجل كنت شرطه عسكريه وخدمت فرع التحريات وبرضو تحت قيادة السيد المشير محمد حسين طنطاوي. البداية اللي حصلت ان المضارعة دهست واحد ووقفت، فالشباب اتلموا حوالين منها بيزقوا، فراح جاي مضارعة تاني راح دهسة خمسة. ليه؟ علشان قدمت استقالتي في 84 بعد العمليات، بعد ما حضرت لحظة 73 كنت انا راجل في السين واول ناس تحركوا العمليات. طبعا هنا احنا ما احناش عارفين ان حاكم عسكري واحد دلوقتي في ثورة 25 يناير اللي هي البداية. هل دلوقتي كمجلس عسكري هيتحاكم فيه ضابط؟ اخت اختنا هذا مينا مش ما خدش حقه. لو حد يقبل ان انا اجيب اخوه او ابنه او بنته او اي حد عايز عليه واقتله واقول له خد فلوس ولا تعويض، انا مستعد اقبل كلمة تعويض. قصاص هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن هتعوض. يعني ايه دي ممكن الحاجه اللي احط تحتيها كلمه ده التعويض او ده الجزاء؟ لما بتقول بايدينا احنا مش بلطجيه ولا شايلين متريوز ولا مدفعيه تقيله، احنا بنتكلم كده من النار، انما احنا بنضرب بنار ولا بنضرب بحاجه. هما الاثنين مضطهدين،
المسلم والمسيح والمضطهد. اي حد ليه شهيد، ليه حد غالي راح في الثوره في حرب، تاكدوا يبقى لازم جواكوا يقين ان حق الناس دي مش هيضيع. انا جوايا اليقين ده رغم ان كل الحاجه حواليا بتقول عكس كده. احنا عايزين نضربوا الشعب بالنار وما يتحاسبوش. كفانا كده علينا عن ابو طالب بجنيه المحاربين وكده. اقول لك ايه، الله يرحمه يا ابني، هو عند الله احسن مننا، ومش هقول اكتر من كده. انا الحاجه بدريه مصطفى والده الشهيد مصطفى. انا اسمي خليفه احمد خليفه، والد الشهيد احمد خليفه احمد خليفه. انا مي محروس اخت الشهيد محمد محروس. انا اسمي ميلاد ابراهيم دانيال اخو الشهيد مهنا دانيال. انا والد الشهيد مصطفى شاكر عبد الفتاح.